نجم ودوما تسلينا طوبيك اثبت وابوه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدور والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. راكم شابين اليوم، راكم منورين كامل. إذا مرحبا بكم في حصتكم الجميلة مع عمو يزيد. يا أخي كما كنا نقولوا، أنتم سجلتوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش تحضروا معنا في هذه الحصة، وحنا اتصلنا بكم. فرحتوا لما اتصلنا بكم يا أطفال؟ يا أخي عمو يزيد لما يعيد يفي، الوفاء بالوعد. إذن أنتم تاني يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تجوا تاني تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأطفال، ما عليكم إلا تسجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، إن شاء الله نستقبلوا كاع أطفال الجزائر، وإن شاء الله اللي ما يقدروش يجوا حنا نروحوا لهم إن شاء الله. أنا حبيت نسألكم، في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم، هو يوم 14 مارس. شكون اللي يقدر يقول لي هذا اليوم هذا واش يوافق، واش هي الذكرى، واش هو المناسبة، المناسبة اللي نحتفلوا فيها في يوم 14 مارس؟ شكون يعرف؟ تعرف؟ شوف واسمك؟ محمد. من جيت محمد؟ باب الزوار. باب الزوار. واش هي مناسبة 14 مارس؟ عيد المظاهرات. عيد المظاهرات؟ هذيك 19 مارس، يعني وقف إطلاق النار يوم 19 مارس. ماهوش بعيد. شكون اللي يقدر يقول يوم 14 مارس؟ تعرفي واسمك بنتي؟ سلمى سعدين. سلمى. سلمى الله يبارك. وين تسكني سلمى؟ عناجة. عين اخوك بلال. الله يبارك. بلال عجبك الحال كي جيت هنا؟ الله يبارك. واش يصادف؟ هو يوم الوطني لاحتجاز لذوي الحركيين، كما يقولوا المعاقين حركيين، ولكن نقولوا احنا لذوي الاحتياجات الخاصه. لانه يا اطفال، اليوم الوطني ما نقولوش اليوم الوطني للمعاق، نقولوا اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه، لانه احتياجات الانسان عديده. ولما الانسان ايا كان عنده اي احتياجات يدخل في هذا النطاق هذا. ولكن عمو يزيد جاب لكم مفاجاه اليوم راح نتكلموا عليها بعد ما نقول لكم لغز اليوم. تحبوا اللغز؟ يلا يا اطفال نكتشفوا اللغز، وكذلك الاطفال اللي راهم يشاهدوا فينا عبر الشاشه يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقه. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال، لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ شاطرين شاطرين. إذن ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ انتم شاطرين بزاف، ولكن يا أطفال راح نستناو حتى نهاية الحصة باش الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا كذلك، وانتم كذلك تفكروا إلى غاية نهاية الحصة. يا أخي أوكي، واش قلت لكم مقبلة؟ قلت لكم بلي عمو يزيد جاب لكم مفاجأة 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 جميلة جميلة، هي أغنية تتغنى بالمعاق. ولكن واش نتكلموا على المعاق؟ أنا نحب لما نشوفوا إنسان ذو احتياجات خاصة نتكلموا عن الإرادة، لأن الإنسان هذا عنده إرادة قوية في التمسك بالحياة، في ممارسة حياته العادية. إذن أنا نقول أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. يلا تغنوا معايا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة.
لكنني أسابق لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحداها الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاياتي العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاياتي العظيمة. إلهي ربي قادر أرادني عديما، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاياتي العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاياتي العظيمة. برافو 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 برافو. بلال عجبتك الأغنية؟ عجبتك هايلة؟ من متى شاركت معنا؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك بلال. يلا هلا. إذن يا أطفال، اليوم كلفنا الباحثة باش دير لنا بحث عن شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري. اليوم نتعرفوا معا عن شخصية محمد شعباني. يلا معنا. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد محمد شعباني. ولد المجاهد محمد شعباني في 4 سبتمبر عام 1934 ببسكرة. كان عسكريا ومجاهدا أثناء الثورة التحريرية الجزائرية برتبة عقيد. بعد التعليم الابتدائي في بسكرة انتقل إلى قسنطينة عام 1952 للدراسة في معهد الشيخ بن باديس، وهناك اكتشف الالتزام السياسي وأهمية الكفاح المسلح من خلال صحف جمعية علماء المسلمين الجزائريين. شارك في أولى العمليات عند اندلاع الثورة، ثم أصبح كاتبا ومساعدا لسيل حواس في منطقة الصحراء.
ترقى إلى رتبة ملازم، وفي أفريل عام 1958 أصبح ضابط أول سياسي، وسنة 1959 عين على رأس منطقة الثالثة من الولاية السادسة. بعد استشهاد العقيد سي الحواس خلفه على رأس الولاية السادسة، واشتهر بكونه أصغر عقيد في العالم. كان له دور في توسيع العمليات العسكرية في الجنوب الكبير، خاصة بعد اكتشاف البترول وسعي فرنسا إلى سياسة فصل الصحراء. توفي في 3 سبتمبر عام 1964 في مدينة وهران. شكرا 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 إكرام، شكرا يا أطفال، شكرا إكرام. محمد شعباني رحمه الله كان أصغر عقيد في الجيش في العالم، يعني شيء نعتز به. واش تقولوا يا أطفال، واش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ عبوا. إذن الآن راح نعيطوا كامل لعمو يوز وقيم بوز اللي جونا من مدينة بجاية. يلا تفضلوا. شكرا 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 عمو يوز، شكرا. يا اطفال تحبوا حكايه عمو يزيد؟ اذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه البخيل والمغرور. يلا يا اطفال، كما وعدتكم رايح اليوم نحكي لكم حكايه البخيل والمغرور. شكرا 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 شكرا. أبي تحبوا الحكايات. واحد النهار كان هذا سالم هذا كان إنسان مغرور، كان لباس به، عنده المال. إذا لما يمشي هكذا في المدينة الناس قاع يخافوه والناس قاع يرهبوه، لأنه متكبر ومغرور كذلك. قاعد يمشي هكذا، يمشي كان واحد الحمال مسكين جايب الصبغة هذه سي البنتورة، لا بنتور اللي يصبغوا بها الحوايج كما يقولوا الألبسة. كان رفدها مسكين، هذاك المسكين الحمال رفدها هكذا. ومن بعد هذاك سالم المغرور والمتكبر دخل فيه هكذا. كي دخل فيه الاخر طاح هكذا مسكين، وطاحت له الصبغة في الأرض هكذا، وهذيك الصبغة لطخت الثياب تاع هذا سالم المغرور. وبعد قاعد يزقي عليه وقاعد يضرب فيه هكذا،
قال له دركا الملابس تاعي اللي تختالي دركا تعاود تخلصها دبر راسك وكذا وكذا، والناس كاع خافوه. هو انهاب على هذاك المسكين، هذاك الحمال المسكين بالضرب، وقعد بالشتم وكذا، ويعني مغرور ومتكبر. ومن بعد كان واحد الطفل، واحد الشاب واسمه أسامة ابن كبير التجار، إنسان متربي متخلق، كان مر من ثم شافه، قال له واش راك دير، علاش راك تضرب في السيد هذا، واش دار؟ قال له طخ ثيابي وسخ لي كاع حوايجي وكامل لازم يدفع ثمنهم وهذه. قال له خلاص، قال له حبس، قال له ما زيدش تضربوا، انا نخلص لك الثياب تاعك. قال له الثياب تاعك شحال يسوى؟ هو ما يسواش بزاف، مي هو قال له اعطيني 100 دينار. الاخر راح عند باباه جاب 100 دينار اعطاهم له. جا رايح هذاك المغرور حبسه أسامة، قال له لا لا، انا درك دفعت لك الثمن تاع الثياب، لا تعطيه لي خاطر خلصتو، درك تنحيه تعطيه لي في السوق. شفتوا الحيله؟ ومن بعد هذاك سالم قاعد في حيره، درك صح الاخر دفع له الحق تاع الثياب هو راهو لابسه. ومن بعد جاوا الناس داروا قال لهم شوفوا اني خلصتو في الثياب وما حبش يعطيه لي وكذا وكذا. ومن بعد الناس قاعد داروا كامل. ومن بعد اصبح هذاك المغرور اصبح يحلل في هذاك أسامة، يقول له لا لا خلاص، قالوا نعاود نشتريها عليك. قالوا لا لا، انا 200 دينار دركا باش نبيعوا لك اللباس هذا. باش تشوفوا الحكمه وكيفاش الذكاء، حتى ولاو يحاولوا فيه الناس، قالوا لا لا 200 دينار، ولا يحلل فيه واسمح لي وكذا وكذا. قالوا شوف، نقدر نسمح لك في حاله واحده فقط، انك تطلب السماح، انك تستسمح هذا الحمال المسكين البسيط اللي قهرته واللي حقرته، استسمحوا باش نسمح لك. إذن تعطأ راسه هكذا هذاك سالم، هذاك المغرور، هذاك البخيل، ولأنه بخيل ما قدرش يخرج درهم كذلك، عبطت راسه هكذا وقال له إيه اسمح لي خلاص ما نزيدش نعاود، وعطى له 10 دنانير. قال له اسمح لي. عمو يزيد، كي سمعت هذه الحكاية نقدر نقول لك باللي هذه هي عاقبة المتكبر. بالضبط، هذه هي عاقبة المتكبر. وكما قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. يعني أجبتك الحكاية؟ يلا بنتي أي نضو هيا أسني ولي يمشكي لبسة. واسمك؟ ريتاج. شحال في عمرك؟ 4. واسمها بالعربية 4؟ شحال في عمرك؟ 4. وبالعربية؟ 4. 4 سنين؟ 4 سنين؟ ها؟ 4 years؟ نو؟ ربع سنين بنتي، 4 سنين. وين تسكني؟ في بازا. ديري بيزو عمو يزيد، ديري بيزو. أوه برافو، روحي بلاستيك بنتي. برافو برافو. شكرا 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 شكرا. يا أطفال راح اقترح عليكم من دركا أنكم اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. يا أخي شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ أروحي بنتي، تعالي أقعدي. واسمك؟ خديجة. من جيتي خديجة؟ باب الزوار. باب الزوار، تفضلي. أغنية. أغنية؟ آية بازي، يلا أغنية. معلمي أنت هنا مثل أبي، علمتني من كل علم نافع وآدبي، تقودني إلى العلا في همة ودأبي، وكل صعب في العلو مسار سهل المطلب، ترجو نجاحي جاهدا لا تشتكي من تعبي، حببت لي مدرستي وفهم هذه الكتب، وإن يصبنا تعب أخذتنا للملعب، نلعب في مسرة ما نشتهي ملاعب، وللدروس نرجع فوقتنا من ذهب، فدمت لي معلمي أنت هنا مثل أبي، أنت هنا مثل أبي. برافو برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ عندك نكتة؟ تعالي تعالي خذي بنتي. واسمك؟ السلام عليكم. عليكم السلام طلاب بنتي، من جيتي؟ الجزائر. واسمك؟ مريم. أعطينا النكتة تاعك. دراهم بابا ما يتحسبوش وضرب يتيمة ما تطبقش. هذا لغز هذا؟ ايه تعرفوه؟ انا في ضربية بابا ما تطبقش هي السماء يا اخي. السماء السماء ونجوم.
ونجوم. اوكي درهم بابا ما يتحسبوش. الله يبارك الله يبارك. سما ونجوم اروحي بنتي اروحي بنتي. واسمك؟ سيرين. شحال في عمرك؟ 8 سنين ونص. الله يبارك. وين تسكني؟ في الجزائر. في الجزائر. احكي لنا النكته. واحد الضربة تلاقى صبع مع النمر، قال صبع النمر، قال له ملي نشفى لك ملي نشفى لك يا صاحبي ما نحيش البيجاما، بدلش فيا. تفضل تفضل. تعال تعال تعال. عندك نكتة؟ ما عندكش؟ شكون اللي عنده نكتة؟ أروح أروح يا بنتي. واسمك؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 5 سنين ونص. وين تسكني؟ في دويرة. في دويرة. احكي لنا النكتة تاعك. يلا. لا واحد خطا راجل لا شرى التمر لا فتح واحدة لقاها مدودة، فتح الثانية لقاها مدودة، فتح الثالثة لقاها مدودة، فضو وكلا كلش. هذا بخيل، هذا بخيل. تعال تعال. ها هو تعال تفضل. واسمك؟ عليكم السلام. طلع واسمك؟ محمد رضا. وين تسكن محمد رضا؟ الرئيس. وين؟ في الرئيس. في الرئيس. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. الله يبارك. احكي لنا. قال لك واحد الخطره الاستاذ التلميذ تاعو قال له من تدخل لك المفهمه؟ قال له تدخل لي اذني اليمنى تخرج لي اذني اليسرى. تفضل. اروحي انت. تعالي. ايه تعالي تعالي. راكم شابين اليوم الله يبارك. واسمك؟ بشرى. بشرى. وين تسكني بشرى؟ باب الزوار. باب الزوار. شحال في عمرك؟ 10. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد النهار سقسى فرونسي تزيري، قال له علاش نتوما تهضروا عربيه فرونسي؟ قال له حنا جامي. وما تقساه واحد الانجليزي، قال له علاش نتوما مالا تهضروا باللغه الانجليزيه وفرونسي؟ قال له اي ام جامي. يلا شكون عنده نكتة تاني؟ أروح أنت. تعال 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 تفضل. واسمك؟ خالد. وين تسكن خالد؟ في البليدة. خيار الناس. شحال في عمرك؟ 9 سنين. الله يبارك. احكي لنا نكتة تاعك. قال لك هذا واحد التلميذ كان باغي يدير كوبياج في الاختبار، أيا كتبوا في الاستيكة تاع القمجة، كي يكتب الكوبياج جا المعلم يصحح الورقة، أيا لقى في آخر الورقة لقى مود إنشين. الواحد تعالي تعالي خلوها تجي. فوالا بلاق بلاق بلاق. معليش روحوا في زوج، روحوا في زوج. روحي منا. روحوا في. روحي انت تاني. روحي منا. روحي بنتي. فوالا اقعدي اقعدي اسنين طلعك. فوالا نبداو بهاد الصغيره هادي. واسمك؟ كوثر. شحال في عمرك كوثر؟ 4 سنين. وين تسكني؟ باب الزوار. باب الزوار. الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. غنيه. عندك غنيه؟ اي احكي لنا غنيه. اطفال عندي. ها؟ عندي اطفال. غنيه تاع الاطفال؟ ايه. اغنيها بنتي. يا اطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحه والقوه، اسالوا الطبيب اشرب على مهلك وشؤون الاله، لازم تشكر ربك ابد ما تنساه. برافو 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 بنتي برافو. الله يبارك الله يبارك. واسمك؟ مروه. وين تسكني مروه؟ قليعه. قليعه. خيارنا. شحال في عمرك؟ 6. اوكي. عندك نكته ولا اغنيه؟ نكته. يلا احكي لنا النكته تاعك. واحد الراجل وليدو محاولين، وحده يشوفوها زوج وثلاثه يشوفوها زوج، وجاو ليه وليد وقال له أعطيني أفرك أنت ولا عمي؟ قال له روح روح ما عنديش دراهم، روح ادي خوك وروح. الله يبارك. أروحي يا بنتي. تعالي تعالي تفضلي بنتي. واسمك؟ اسمي شوشي شيبة. الله يبارك. شحال في عمرك؟ في عمري 8 سنوات. وين تسكني؟ في الرئيس. في الرئيس. خيار الناس. ولا واش عندك نكته ولا نكته؟ يلا تفضلي.
واحد الخطره قال الاب للتلميذ، قال له حنايا بكري كانت عندنا صبوره من الخشب والتلميذ ذكي، قال له في ودوكا راهو التلميذ من الخشب وصبوره ذكيه. الله يبارك الله يبارك. يا اطفال يا اطفال الحقنا درك الى الجواب عن اللغز. اذا ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ اوكي استناو نسقسو بلال نسقسو بلال نسقسو بلال. واش هو بلال؟ قل. هل قلم؟ او قال قلم. الله يبارك الله يبارك. وانت واش كان عندك؟ قلم. القلم قلم القلم. سيالة سيالة. عمو لالا بقرة بقرة. سيالة سيالة سيالة. شوي قلالة اروح تعال. واش هي النقطة؟ النقطة. لا لا قالها بلال. الجواب عن اللغز هو القلم. وحنا شكرا شكرا. وحنا الطفل اعطيني الهدية اعطيني الهدية. فوالا الهدية. احنا في كل مرة اللي يسيب الجواب عن اللغز نعطوا له هدية. الهدية هذه تتمثل في سيدي قرص فيه أغاني الأطفال عمو يزيد مدرستي اللي قدروا تسيبوه في الأسواق، وكذلك عندنا قبعة من كاسكيت مع عمو يزيد تحميك إن شاء الله من أشعة الشمس الضارة. هلا هايلة هايلك هايلك الهدية تاعو بنتي. فوالا يا أطفال الحقنا لركن عيد الميلاد. فوالا اليوم عندنا عيد الميلاد نصر الدين وعيد ميلاد أيوب. تعالوا 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 نصر الدين وأيوب. تعال 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 أروح أروح ولدي منا. تعال تعال. إذن يا أطفال أصدقائنا رايحين يروحوا يجيبوا لنا القاتو تاع نصر الدين وأيوب وحنا نغنوا لهم عيد ميلادك سعيد. التحقوا بيا تعالوا يلا. عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد يلا برافو. إذن يا أطفال يا أطفال عمو يزيد تاني
جاب لكم هديه. هديه اليوم كامل كي تخرجوا منا كامل عندكم شهاده. هاد الشهاده هذه شهاده مشاركه زياده على البوستر هذا. عندكم شهاده مشاركه كامل تدوها معكم للدار باش ديروا لها كادر وتحتفظوا بها. يا اخي شابه شابه اوكي. دونك هذه تاع ايوب. ايوب ايوب ورا ايوب اعطيلو. وهذه تاع نصر الدين. بكره نصر الدين فوالا. وانتم كذلك راح نكمل تدوا الشهاده تاعكم اليوم معكم داكور. اذا نقطعوا الكاطو وانا نقول لكم ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير. استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناه. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.